دكتورة ليلى شخصية قوية، عارفة هي عايزة ايه، شاطرة في شغلها، متمكنة، دغري جدا، صريحة، ما بيهمهاش، بتحب شغلها جدا. في الجزء الأول كانت علاقتها بجوزها علاقة لطيفة جدا، هي وقفت جنبه في ظروفه الصعبة، بتشجعه، وهو عنده مشاكل في نفسية في الرجوع للشغل لأنه تعرض لظروف صعبة في شغله. لفتت النظر ليها لما هما الاثنين جم دكاترة جداد على المستشفى. كانت في الجزء الأول بتحاول تبقى لطيفة وناعمة وهادية وبتاخد جوزها بشويش وبالراحة، لكن في علاقتها بجوزها ابتدى الموضوع يختلف بقى شوية. في الجزء الثاني ابتدت العلاقة يحصل فيها توتر، وابتدت تبعد، يحصل فتور وبرود شوية ما بين الاثنين، وده نظرا ان جوزها هي كان حتى امل كبير عليه في الجزء الاول انه لما يرجع المستشفى ولما يشتغل يرجع معتز بتاع زمان. ده ما حصلش. اللي عجبني في المرحلة دي انه بيرجع، بيبتدي يرجع تاني الى ما كان عليه في الاول. لسه ما شفناش هيبقى ازاي، ولكن في اخر الجزء ده بيعاني ومشاكل، ومشاكل مع مراته، ومشاكل في الشغل مع واحد يمكن بيعكس مراته ومش فاهم ايه الحكايه او كلام من ده، ولكن في الاخر بيبتدي يرجع هو معتز اللي المفروض احنا ما شفناهوش كمان. ليلى، انت وقفتي معايا في ازمتي الاولانيه ولسه واقفه معايا لحد دلوقتي، وانا بصراحه كل ما افكر في حياتي الاقي ان انا في مشاكل وانت الوحيده اللي سنداني من ظهري. معتز، انا مش عايزه. ليلى، انت احسن حاجه حصلت لي في حياتي، ومش عايز اكون اوحش حاجه في حياتك. كان في حاله مرضيه جايه المستشفى، راجل دخل فيه السياخ في كل جسمه علشان بقى ده يتعمل ويتصور، كان معقد جدا. لبسوا الراجل جسم كامل غير جسمه، شبه جسمه تماما، كان فيه منشار كهربائي، وده كان يعني انا مرعوبه وانا ماسكاه. وبعدين ابتدى ناس من تحت الترابيزه بتضخ دم لما تقوم هي مطلعه السيخ ده، فكان تنفيذه صعب جدا جدا يعني. وانا كنت عندي حاله ذهول اصلا ان ده حاصل، وقد كده باين حقيقي قوي لدرجه تخض يعني. ناويين دكتور، العمليه شكلها هتطول، من فضلك ركز معايا، مش عايزينه يصحى واحنا بنشتغل. انا معاكي ما تخافيش، كملي.